ابراهيم كرداني، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا نيفين. النهارده فاجئتنا بوجودك في المعرض بتاع رحاب العمري. والله انا يعني بقالي فتره باجي المعارض كتير، لفت نظري شغل الفنانين الشباب جدا. عندي بنت عمتي الفنانه نهى براده اللي عملت طبعا ديكور المسارح كلها، رايا وسكينه ومدرسه المشاغبين وكل الحاجات دي، هي فنانه جميله جدا بتقعد في بيتها بتشتغل، فمن خلالها اتعرفت على كل الفن التشكيلي والفنانين التشكيليين. بقى عند حضرتك اهتمام خاص بالفن التشكيلي؟ اكيد اكيد، هو تعبير عن الذات، كل انسان بيعبر عن نفسه بالشكل، الستايلز المختلفه اللي بيستخدموها. النهارده وانا في معرض رحاب الحقيقه حاسس ببهجه، الالوان جميلة جدا جدا جدا، واللوح كل واحدة بتعبر عن حاجة، في واحدة كده شبهتني بلوح مونيه شوية في الألوان وهي عاملة، في واحدة فيها السيلز والبحر، في واحدة مدية سنابل القمح فباين فيها السلام، في ألوان بهجة كتيرة جدا. فأنا لما قابلت رحابة ولا أنا شعوري بالبهجة، قالت لي انا كاتبه ده هنا، قلت لها والله ما قريتوش، انا بقول لك بنفسي يعني هو ده شعوري. اديتك الانطباع ده؟ اديتني الانطباع ده، فهي فنانه جميله جدا. صغيره. انا بقالي فتره بقول لك الاخيره دي بلف المعارض كتير. حبيت النهارده ده معرضها الاول، لكن هي اشتركت في عده معارض مشتركه مع فنانين تانيين. شايف النهارده من الكواليتي بتاعت اللوحات بتاعتها ان هي اول مره؟ تستاهل. لا يعني تستاهل تعمل معرض لوحدها. جميل جدا ان كل فنان شاب او شاب يبتدي في معرض مشترك، بالعكس مش هيبقى ابدا، حتى الفنانين الكبار ما بيكونوا مع بعض بيبقى في تشجيع، تبقى في مدارس مختلفه، احنا كمتفرجين بنتعلم كتير. فانا بقول لرحاب مبروك، جميل جدا اللي انت عاملاه. بعض اللوح وهي معموله كده لو جات لها فكره جديده ممكن تضيف اليها نوع الفن اللي هي عاملاه ده، ممكن يضاف، ما هوش ستاتيك، ما هوش حاجه واقفه على طول. لكن رد فعل الجمهور جميل جدا، الناس كلها حابه البهجه الموجوده. وبصراحه في لوحات شدتك وخليتك وقفت قدامها وتخيلت حاجه او حسيت انا 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 زي ما قلت لك في الاول خالص ان دي حسيت بالذات بتاع سنابل القمح عجباني جدا، الورود انا غاوي كل الصور بتاعت مونيه بشكل غريب، الورد بالنسبه لي بشكل جميل قوي بحس بيه جدا، بحاول النهارده ازرعه بنفسي عشان بتشوف الورده وهي بتفتح كده بتبقى جميله قوي، ايش حال بقى اما تتصور كمان يعني بتبقى حاجه جميله. قولي لي رحاب النهار. ولا الف مبروك، تستاهلي كل خير، فنك جميل، خليكي دايما روح الشباب اللي جواكي اللي باينه في لوحك تفضل متواجده وتفضل دايما متفتحه بالورود الجميله، وتبقى انت روحك دايما بهجه.